مرحبا، اهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. في هذا الفيديو عم صوره بالبيت. اذا انتم بتتابعوني على الانستغرام ففيكم تعرفوا ان انا صار لي مسافره 20 يوم، كنت 20 يوم مو ببيتي و20 يوم ما عم بقدر اعتني بنباتاتي. امي كانت عم تعتني بالنباتات تبعي بغيابي، يمكن سقطن زياده، يمكن في منه ما سقطن. حشوف هلا شو صار في هون، حشوف كيف تاثروا وكيف بقدر اتفادى الأخطاء اللي صارت، وكيف بقدر أرجع أعتني فيهم بركي يرجعوا ينبسطوا. فحشوف معكم شو صار بنباتاتي بعد 20 يوم. أتمنى يعجبكم الفيديو، حيكون هيك تشيك سريع على نباتاتي وشوية حكي عن هون. إذا مو متابعين فيديوهات من قبل تشوفوا نباتاتي معي. في نباتات نقصت بالمناسبة، شكرا ماما. فكرة ما حأنتبه إنه في نباتات ما عاد موجودة بالبيت، ما بعرف وين راحت فيهم. مهم، فهلا حنشوف سوا. خلينا نبلش الفيديو. اول نبتة حنشوفها مع بعض، حنشيك عليها مع بعض، هي نبتة البامبو. نبتة البامبو تبعي كتير كبيرة، هورجيكم بشكل كبير. صار شوي بين صعب شوي اورجيكم. المهم كتير حلوة، كتير بحبها، بس المشكلة اللي فيني لاحظها هون انها بلشت تصفر من تحت شوي ومن فوق شوي، بس ما لها هالمشكلة اللي ما تقدر اني اعالجها، ما لها المشكلة الكبيرة فيها تعالج. وقت حكيت عن نباتات سهل العناية يعني فيها، وقت البامبو واحدة منها، كتير جاي سؤال نباتات انه البامبو تبعهم عم تموت. السبب يخلي البامبو تموت او تخليها تصفر هو هذا اللي هلا كان عم يصير هون، انها المي اللي عم تستخدموها ما لها نظيفة، او ما عم تغيروا لها المي، او عم تستخدموا مية الحنفية وهي ما بتناسب البامبو، بس حطوا لها مية شرب، مي نحن نفسنا بنشربها لنحطوها للبامبو. فاظن امي ما نظفت المي تبع البامبو اصلا. فينا نشوف هي كيف وسخه هون، فيها شوائب نوعا ما، مو كثير مبين انها وسخه بس هي وسخه. المهم فهذا السبب اللي بخلي البامبو ما لها مبسوطه. فشو حنعمل؟ رح نغير لها مي ونحط لها مي نظيفه مشان ترجع تنبسط. الحمد لله يعني ما هي مشكله كبيره، و20 يوم اصلا ما كانت فتره كثير كثير طويله، بس ستيل تاثروا بعض النباتات. المشكله انا كثير نباتاتي غاليه علي، زعلت الصراحه. خلينا هلا نشوف النبتة اللي بعدها. النبتتين هلا اللي بعد هون اللي حنشوفهم سوا هن الكوشوكة والقفص الصدري مونستيرا. كثير زعلت على الكوشوكة تبعي. هون في ورقة مصفرة، هون في ورقة مصفرة ثانية، وماني حابة ايمون لأنه حسيتهم كثير فاضي. فوق هلا صوركم فوق، فوق في كثير ورق حلو وصحي. اوريدي ديك المرة قمت ورقة كانت محروقة، هلا بدي اضطر اجيب هدول. هلا ليش هيك صار؟ على الاغلب امي صارتها زيادة. على الاغلب صار في تلف بالجذور. هي اوريدي الحوض تبعها صغير، فانا اوريدي بدي اغير الحوض. وقت اغير الحوض رح اشوف شو صاير بالجذور، اشوف شو بقدر اعمل لحتى انقذها، بس حاليا ما رح اصيها. هذا هو الشيء اللي لازم اعمله. ضاف انه ورقها كثير مغبر بشكل مغبر، كمان هذا بده تنظيف، بده عناية. واحد ما يترك نباتاته بأيادي غير سليمة. أتمنى أمي ما تشوف هذا الفيديو، كثير حكيت عليها شغلات منيحة. شكرا انه هي دارت بالها عليه هون نوعا ما، بس زيادة عن اللزوم. لازم، مع انه أمي بتتابع فيديوهاتي، شلون ما بتسمع نصائحي؟ ما بعرف كيف ما بتهتم ما في الكفاية. المهم النبتة اللي بعدها هون جنبي المونستيرا. المونستيرا الحمد لله ما صار لها شيء، بالعكس تماما طالع ورقة جديدة. كيوت، كتير حلوة النبتة هي، أنا النبتة بعشقها. أخذها كمان، هي سهلة كتير العناية فيها. فيكم تعرفوا إن هي سهلة العناية فيها لأنه أمي ما موتتها. هي بتحب الري، فشكل ما انزعجت. أمي شكلها صاية كل النباتات الزيادة، فهي ما انزعجت من الري، هي أوريدي بتحب الري. بالعكس انبسطت. في ورقة، ورقتين، ثلاثة جداد، ست ورق جديدة. يعني مقارنة بإنه أنا قصيت منها، كتير حجمها حلو وعم تكبر بطريقة كتير صحية. مبسوطة كتير، شكرا انك ما متي، كتير بحبك. ايه خلينا نشوف النباتات اللي بعدها. صحيح بالمناسبة ما شوف النباتات اللي بعدها، قلت لكم في نباتات ناقصة. بتذكروا النباتات اللي وجدتكم اياها هن من نفس فصيلة الالوفيرا، بس هن ما لهم الوفيرا، هن الو فصيلة ثانية. امي ما بتحب هدول النباتات، كان دائما تقولي انه علا انا بحب هدول النباتات، بشبه الصبار. انت لا، وانا بحبها كثير هاي النبتة، انا جبتها من المشتل وما ادري شو. كنت انا اوريدي عاطي وحده من رفقاتي وحده منها، وانا كان عندي ثلاثه، بي عندي تنتين. هلا اجيت عم اقول حي والله قال لي النباتاتي،
تذكرون أكثر من هيك. بعدين انتبهت إنه ناضت شوي، أنا كان في واحدة بغرفتي وبغرفتي لا ما في نباتات، شو صار يتغير؟ فواحدة منهم أمي وبرحلة تنتين ما بعرف ما شو عملت فيهم، بدي أسألها. هذا الفيديو كئيب بالنسبة لي. هيا نشوف نباتات البقية. النبتة اللي بعدها اللي خلينا نشارك عليها مع بعض هي المكحلة. عم اطلع فروع جديدة بس فيكم تشوفون هي نهاية تاعها محترقة، وهي أساس كانت هيك بس اللي هذا وضع زايد. في الورق الجديدة عم تطلع ما عم يصير هيك فيها، مثلا هي ورقة جديدة ما لها هيك، بعضهم هيك بعضهم مو هيك، بس نوعا ما بشكل عام ما لها سيئة، وضعها ما لها سيء يعني. النبتة هنا جنبها الجينسينج كمان وضعها منيح، أنا لقيتها ما لها سيئة، مبسوطة حسستها ما فيها ورق بشكلة الحمد لله. أقل اللي فيه نبتة ما صلى شي. شو كمان هون عندي نباتات، هدول نباتات مبسوطين حتى هيك كتير مبسوطة، طلعوا شو الناس هيك لتحت. هدول نباتات مبسوطين، الأغلب السبب خليهم مبسوطين إنهم محطوطين مي فما عم يصير مشكلة عليهم، وشكل ما دون كتير تغيير مي. هاي مكحلة كانت ميتها كتير كتير قليلة وقت جيت فورا نضفتها مي. عم تصير لونها اخضر وهو شيء كتير غريب. هذيك مكحله لك، هاي مكحله الام لونها نهديه كثير لونها حلو. هاي فلامينغو حاطه بحوض اذا بتتذكروا، لقيت امي شايلتها من الحوض، خلينا ننزل تحت احسن. لقيت امي قايمتها من الحوض وورقها مثل ما شايفين عم تصير اصفار، كمان نفس الفكره مشكله بالجذور، حتى فينا نشوف مشكله الجذور مع بعض. الجزر معفنة بس في أمل. ليش؟ أنا حاسة هدول الجزرين الصغار، شايفين هاي هذا الجزر الصغير، هذا الجزر الصغير، حاسته إنه هو رح يطلع جزور صحية جديدة، فبس اللي لازم أقيمه إني أقيم هذا العفن. هلا أجينا لهنا للنباتات بهذا القسم. هون عندي بالبداية خليني أورجيكم نبتة الفليفلة، هاي فليفلة زينة ورجيتكم اياها من قبل بفيديوهاتي. فينا نشوف انه الفليفله بلشت تصير تنشف، بس انا هذا الشيء مالي ملاقيته شيء غريب، لانه هي بالنهايه في لها عمر، كانه بلشوا يطلع فليفله جديده او زهر جديد. مالي متاكده الصراحه من هذا البذور، لاني وقت رحت بتذكر كان في زهور، فالمفروض هذا الزهور كانوا عم يتحولوا لفواكه. يبس انا الصراحه مو كثير بشع، مالي مزعوجه منه، فالاغلب اتركه خاصه الحمر. هلا هي ممكن تشيلها، بشكل عام وضعها احسن من غيرها. هون جنبي في عندي نبتة العنكبوتية فسفوسة تبعي الصغنونة، كتير كيوت. خسفت الدنيا ولا لسه؟ خسفت الدنيا. عنكبوتيتي وضعها تمام، ما فيها شيء مثل ما شايفين، مبسوطة. اللي جنبها ما راح اقيمها صراحة مكانها، حصور لكم اياها قريب. كمان وضعها مو سيء، في شوية ورق عم يهروا، ما أعرف إذا شيء طبيعي، المفروض ما يكون شيء طبيعي. وأنا لهلا عم حمل شيء النبتة تبعي عم تفوق، عم تروح لفوق بدل ما تروح لتحت، هي المفروض تنزل لتحت. في هون نبتة هي اللي جنبي، كان حصوركم إياها قريب أكثر. هي البردقانة كمان وضعها تمام، ورقها مبسوطين يعني، ما شايفة فيه دليل على إنها مزعوجة أو مريضة، بشكل عام ورقها جيد. هون في عنا نبتة اللبلابة، بيقول عليها كمان كلمة تانية ياي ياي، علقوا بعض علقوا بعض. لا نرجع نحكي. هاي نبتة اللبلابة تبعي، بصراحة قمت منها كم ورقة، كانوا مرة مبسوطين، أنا كتير كتير بحبها الهدرة. في ورق عم يموت الصراحة، وما فهمت ليش، لأنه يعني نفس الورقة في مبسوط وفي مو مبسوط. على الأغلب إنه جاي عليهم مي ومعفنين حسب ما لي شايفة، لأنه المي ما في هون شيء، ما لي شاكة بمشاكل بالجذور. صراحة زعلت. نرجع نكمل. هاي ما فيها شيء، مبسوطة. أمي عارفة شو مغير الترتيب، كانت هاي فوق وهي تحت وفلفلة هون. المهم بشكل عام نباتات لهون ما صاير لهم كثير شغلات سيئة. بتزرع عيوني احمر من الحزن والزعل، بطاطي بمزح بس تعبانه شوي. صحن هي النبته يلي هي قشره السلام، هي اللي انا كنت متوقعتها ارجع لاقيها ميته.
يعني نوعا ما ما وضعها كتير سيء مقارنة بي أنا كنت متوقعته. هي كانت أوريدي تعبانة، فيعني هذا هي لساتها لحالة، كانت أوريدي عم تعاني من موضوع التعفن الجذور. بشكل عام يعني ما لميتها، which is إنجاز يعني. بس يعني فيها تتعافى أكتر، تحتي بالي عليها أكتر حاليا. راقب الصائي تبعها، هي بتحب إنه تنصاب بانتظام. النبتة اللي جنبها كمان صراحة ما فيها شيء، حتى كتير حلوة، كتير مبسوطة. انتم شايفين يمكن هي مكانها عالي محطوطة هون على هدول الرفوف، فأمي ما عم طول تصقيها لهيك، ما صادها زيادة وما صلى شيء وما انزعجت. اليوم مو طبيعي الحص، يعني جيت عم بحمل هاي النبتة عشان صور لكم اياها ولا وقعت وانكسر الحوض، من وين انكسر ما بعرف، من تحت انكسر في شكل بلاستيك، والنبتة ضررت طلعت منها شافة وعلى رجلي كمان فمنها. ما له يوم حظي ابدا، انكسر الحوض. اخ بعتذر يا نبتي. المهم كدي وجيكم هاي النبتة، انه شكلها امي كان حاطة مكان مجاليها الشمس، كان مبلش يحترق ورقها، بس هلا ما عاد هي اكبر مشكلة لهي النبتة. المشكلة الاكبر لهي النبتة اني كسرت الحوض ووقعتها ووقعت على رجلي. جد هذا اغرب فيديو بعمله، وحكيت عيني ونزعت مكياجي والدنيا انا قاعدة، والساعة 12 مساء بحياتي اصلا ما صورت فيديو بهالوقت. بقيت النباتات على الشباك، فرح صور لكم اياها بكره الصبح لانه الاضاءه تكون احسن. فشوفكم بكره الصبح. صباح الخير، هلا حورجيكم بقيه النباتات اللي على الشباك. اليوم الجو نوعا ما حلو هيك، شمس وغيم. المهم خلينا نورجيكم النباتات اللي عندي على الشباك. هلا اول شيء هون عندي بقله لحالها طلعت وكانت كثير اصغرت، رحت ورجعت هيك كبرانه كثير فرحانه. هي لحالها هي اصلا يعني تكبر ما بدها شيء، بس معي وعم ينزل فرخه صغيره انه هذا من ناس واحده ثانيه. تمام. هي اللافندا، تذكري كيف كانت اللافندا تبع يا حرام قسم منها ميت مثل ما شايفين، قسم منها عم تعيش عادي مبسوطه. هلا انا بالعاده شو بعمل؟ بالعاده انا دائما بقص الفرن اول قسم ميت فرن بقصه، بس هالمره مو جايبالي قصه، بعرف حاتركه شوف شو حيصير. اصلا الدنيا شتاء وهي اللي حتى يصير الربيع لحتى تطلع زهور. هي عندي هون نبته جبتها جديد، ما رح تفرح فيها حتى ما يتحولها رجوع. ححط لكم بفيديو كيف كانت هي من قبل. ما بعرف يعني ميته ميته، يعني حتى كل شيء لجوا جوا جفران. هذا كان اخضر مثلا، نزل عليها مطر وأظن صار في مشكلة بالجذور. لعدة بعرف كيف النباتات عم ينزعجوا وكيف بيكونوا مبسوطين، لأنه بيكون عندي فترة طويلة. هاي النبتة جديدة ما ضلت عندي يعني أسبوع وبعدين سافرت، فما بعرف هي من الأساس كانت تعبانة ولا شو صار بالتحديد، ما بعرف. زعلت، لازم يجيب نباتات جديدة. وهيك بيكون خلاص هذا الفيديو، كان كاتو عبارة عن نق وندب ولوم. بصراحة ما بعرف شو بدي اقول، يعني انا هيك الفيديو كان عبارة عن هذا الشيء. رح اجيب نباتات جديدة واعمل من جديد مرة ثانية جو حلو بالنباتات تبعي. في نباتين حكيت لكم انه اختفوا، فصار نباتات قليلة لازم لي نباتات. ف يمكن الفيديو الجاي بورجيكم نباتاتي الجديدة، بتعرفوا شو حيصير. فخليكم دائما على اطلاع. احزري شو عندي فكرة حلوة، تقولي بالتعليقات نباتات حلوة حتى اجيبها لبيتي، انا ما عندي اياها. شفتوا ناقصة هلا نباتات صاروا كتير كتير قلال، فلازم نباتات. فاحكوا لي شو اجيب. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا حابين تدعموني اعملوا لي لايك واتركوا لي تعليق، حتى لو اذا ما بتعرفوا شو تكتبوا اتركوا لي سمايلات او شيء. فيكم تشوفوا فيديوهاتي القديمة وبشوفكم التنين الجاي. باي باي. وهيك بكون خلاص هذا الفيديو. شلون طلع الميكروفون؟ سوري انا غبشة. كتير بتجيني سؤال انه شو سبب. سوري هلا هاي كوشوكه، مو كوشوكه عفوا، مكحلي على الكوشوكه عشان اخبص انا.